السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هالمنتج اللي تشوفونه قدامكم، ليش أنا بتكلم عنه اليوم؟ الواحد طبعا مو دايما يكون يأكل أكل متكامل بشكل يومي. المالتي فيتامين ترى تغيرت من زمن بعيد إلى الآن، ترى تغيرت بشكل كبير. أول كانت من مواد كيماوية، وكانت يعني بينه وبينكم يعني أكلها شوي مو طيب، طعمها مو طيب. الجديد هذا اللي أتكلمكم عن الحين، صارت المالتي فيتامين على شكل حلاوة جامز، وغيرها صار فيها خلاصة خضار، خلاصة فواكه، وسوبر فروت بعد اللي هي الفواكه الفائقة زي مثلا الأساي وغيرها. طبعا أنا شخصيا أستخدم هذا، ولله الحمد يعني من بديت أخذه حسيت بفرق نشاط وحيوية، نوم تحسن، نفسية تحسنت. نوريكم مثلا هذا اللايف، هذا المنز حق الرجال، موضح يعني شو اللي ممكن يسوي. طبعا يرفع الطاقة، ممتاز لصحة القلب، للعين، للمناعة، وللمصل. وتعرفون هاليومين محتاجين المناعة بكل ما يعني، بحاول بقدر الاستطاعة ان احنا نرفع مناعتنا. شنو يحتوي هالجاميز هذا؟ موجود فيه الفيتامين A وC وD وE وB وبيوتين والأسد، مثل اسمه بانثونيثيك أسد، صعب، B5 هذا أتوقع، ما أدري شنو هو، لودين، زنك، سيلينيوم، صوديوم. الخضار بودرة خضار 100 ملي جرام، برتقال، بلو بيري، جزر، رمان، فراولة، بلام، ما أدري وشو هذا، كمثرى، برتقال، فراولة، بيت، ما أدري وشو، كرز، أناناس، قرع، زهرة اللي يسمونها الزهرة، الساي، عنب، اسباراغوس، معروف هذا الاسباراغوس يسوون منه شوربة، موز، بروكلي، بروسيل، سبروت، ما أدري شو، الكاباج اللي هو الملفوف، كرامبيري، معروف الكرامبيري، خيار، وسبانخ، وطماطم. تخيلوا كل هذا موجود في هالمالتي فيتامين. طبعا في منه رجالي، في منه نسائي، وأيضا في منه حق اللي عمرهم فوق 50 سنة. طبعا معروف الواحد فوق 50 سنة في فيتامينات يحتاجها بشكل أكبر، وتوني معطيها الوالد الوالدة هدية، وومنز 50 بلس، وحتى هذا يجي منه 50 بلس، ويجي منه أيضا كيدز. الكيدز مو هو موجود الآن، ولكن هذا ولدي كان يأخذ منه. بوريكم كيف شكله، على شكل فواكه ونكهات زي ما أنتم شايفين. هذا برتقال، وهذا هذا اللي هو أجاص، ما أدري، وهذا على شكل عنب، وهذا برتقال. بجرب ثنتين وبعلمكم كيف طعمهم. صراحة هذا ألذ مالتي فيتامين جاميز ضقته في حياتي صراحة، فبجرب هالثنتين، لأنه ينصح بأخذ حبتين في اليوم. يعني هذا 60 تكفيكم شهر بالضبط. فنجرب، ما شاء الله طرية جدا، وطبعا مو جيلاتين، هذه بكتين. طعمها جدا عجيب ولذيذة جدا، وأثرها أجمل، فأنصحكم باستخدامها. طبعا هذه سعرها ب100 ريال، وهذه نفس الشيء للنساء. طبعا الفيتامينات اللي تستخدم النساء غير الرجال. فالله يعطيكم العافية. معاكم سامر البطشي، رقم جوالي 050-690-8466، وشكرا.